بالنسبة لتصريحات عموس يدلين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الإسرائيلي، يقول إن نتنياهو لم يتعلم من دروس الماضي، وأيضا إنه يخلق انقساما داخليا قد يؤدي إلى كارثة أمنية وسيستغل أعداؤنا الأزمة وفق تعبيره. ما طبيعة هذه الانقسامات وما يعني هذا الكلام؟ هل هو فعلا يعكس الواقع في إسرائيل؟ بالتأكيد يعكس الواقع في إسرائيل. هذا الأمر طبعا كان قبل 7 أكتوبر، لكن في الحقيقة الانقسامات الداخلية الإسرائيلية هي تداخلت مع هذه الحرب ومع استمرار هذه الحرب ومع الأهداف الخاصة بالأطراف المتحالفة والمؤتلفة في ائتلاف بنيامين نتنياهو. صحيح أنه كان هناك إجماع إسرائيلي على الحرب على قطاع غزة، لكن لم يكن هناك إجماع على أهداف الحرب. كان هناك إجماع إسرائيلي بنقل الجهد الحربي الأساسي من قطاع غزة إلى لبنان، ولكن لم يكن هناك أيضا إجماع على أهداف هذه الحرب. وهذا ما قاله حتى وزير الحرب المقال جالنت حينما قال نحن لا نملك رؤية سياسية، مع أنه يفترض أن هذا الرجل هو في الوزارة السيادية الأهم داخل الكيان الإسرائيلي والمسؤول عن تنفيذ الرؤى السياسية والأهداف والمخططات الاستراتيجية بالنسبة للإسرائيليين. هناك انقسام حقيقي. هذا الانقسام الحقيقي بالمناسبة تبدأ في إقالة جالنت، وعلينا أن نأخذ أن نتنياهو للمرة الثانية يقول جالنت أقاله قبل 7 أكتوبر في سياق ما يسمى بمشروع الإصلاحات القضائية الخاص بالائتلاف الحكومي ببنيامين نتنياهو الذي كان يعارضه جالنت، وأقاله هذه المرة في سياق الخلافات على مجموعة من النقاط والقضايا المتعلقة بالحرب. لكن كل ذلك أن التيار اليميني الذي يقود هذه الحكومة يريد أن يتغطى بهذه الحرب واستثمار هذه الحرب والتغطي بالفزع والهلع الذي يغذى به الإسرائيليون باستمرار حول قضية المصير الوجودي وحرب القيامة وحرب الانبعاث من جديد بالنسبة للإسرائيليين، كي يسيطر هذا التيار مرة واحدة وإلى الأبد على كل مفاصل الكيان الإسرائيلي، ولا سيما المؤسسات ذات العمق الاستراتيجي والراسخة والثابتة مثل المؤسسة العسكرية والأمنية. وهذا في الحقيقة يعبر عن انقسام اجتماعي وسياسي وإيديولوجي داخل الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق فيما يسمى بهوية دولة إسرائيل.